البداية مع صحيفة اليوم السابع والرسم بريشة الفنان أحمد قعود عن تزامن مناسبتين اثنتين، العيد عيد الفطر المبارك وامتحانات الثانوية العامة التي لا تزال مستمرة. الفنان عمرو سليم في صحيفة المصري اليوم يتحدث كذلك عن عيد الفطر المبارك. القمة الأمريكية الكورية الشمالية كانت عنوانا لرسم الفنان شريف عرفة في صحيفة الاتحاد الإماراتية. عامر الزعيبي في البيان الإماراتي يتحدث عن كوريا الشمالية وخطر إيراني في الطريق يترقب.